ياسين جائزة تحدثنا في بداية البطولة عن تسويق هذه البطولة دعائيا وإعلاميا، وكنا نتمنى أن يعني يرتقي إعلامنا الرياضي أيضا الجهة المنظمة للبطولة أن ترتقي بمستوى التنظيمات. وحقيقة كثير من المبادرات خلال تقديم جوائز عينية أو مادية، اليوم أيضا طرحت مبادرة جديدة بتقديم بطاقة شبابي وتوزيعها يعني عن طريق ممكن يريح أعصاب المنتخب. عباس تتوقع أكو أهداف؟ إن شاء الله إن شاء الله. كابتن الكريم يعني أصور أن المباراة تكون مغلقة تكتيكيا. أهداف السؤال أكو أهداف؟ والله ما نتمنى على الأقل هدف. صار هدف ما يكون عن طريق الكرات الثابته. الاجود هل اراك، هل اراك سالما منعما وغانما مكرما، هل اراك في علاك تبلغ السماك، تبلغ السماك موطني. اذا المشهد الاخير، مشهد الختام لبطوله غرب اسيا المنتخبات الاولمبيه بالنسخه الرابعه في العراق 2023. منتخب الاولمبي العراقي يلاقي المنتخب الاولمبي الايراني، وايضا طبعا ارتبطت مع اسيا للمنتخبات الاولمبيه بالنسخه الرابعه. العاصمه الحبيبه بغداد يتسع ل 30,000 متفرج. لقاء المنتخب العماني واللبناني، انطلاق صافره الاماراتي سلطان الحمادي، ونهائي اللعب من منتظر داخل بطاقة الجزاء بعد من الدفاعات الإيرانية. راجع الكرة بيان وكذلك عبد الوهاب أبو العيل إلى ياسين على المنتخب السوري، والكرة إلى ركلة 20-24 أمامية الكرة. أوه يا كميل، يا كميل سعد يا منتظر. كرة اللعب من منتظر بعد من الدفاعات الإيرانية. طلع عبد الأمير حاول يمر، يمر خطيرة خطيرة خطيرة، تلعب بعد من الدفاعات التسديدة، لكن قدم اليوم ممتازة لمنتظر. انطلاقة روح نياد ممكن، لكن التغطية حاضرة وإلى ركنية لمنتظر. تعادل سلبي. أحبتي متابعي العراقية الرياضية، عيد المنتخب الإيراني عالية الكرة وخطيرة. مرت بهذه الطريقة، لاحظ لاحظ لاحظ. أوه ممكن الهدف الأول، سنتكلم بعد ذلك بعد هذه الهدفة. نهاد والتمريرة إلى الركني. منتظر عبد الأمير على التنفيذ، ركنية للأسود عالية داخل منطقة الجزاء. تلعب من منتظر داخل منطقة الجزاء، وسهلة جدا لقبل عام عندما كان سكوب التشيكي مدرب. كرة خطيرة والهدف الأول، هدف أول من هفوة دفاعية. حسين كودريزي يفتتح التسجيل للمنتخب اليوم، هدف أول لمنتخب إيران عن طريق حسين كودريزي. إيران تفتتح التسجيل. حسين كودريزي لعب الكرة، ياسين تبعد من دفاعاتنا. عيد الكرة خطيرة 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 خطيرة. جول 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 جول. منتظر محمد، منتظر للعراق بهدف أول، هدف التعديل الجميل. ربما كرار أو منتظر محمد، هدف التعديل للعراق، هدف التعديل للعراق. الله عدلنا بوقت ممتاز. منتظر محمد يعدل للأسود، الأسود تعود. ربما لاوندي ما يمنع. اي نعم حسين عبد الله لاوندي. سلام داخل منطقة الجزاء. لاوندي القائم
القائم القائم لاحظ 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 زيدان لاون عبد الأمير يلا يلا وندي داخل بطاقة الجزاء مرت يوسف الإمام بالمرة الأولى ولا وندي على بوك ياسين المنتخب الإيراني تلعب الكرة وخطيرة برافو سعد لقطة رائعة وإبعاد لمنتخبنا عالية ثاني ثاني خلينا نشوفها بالإعادة لا التسلل موجود راجعة هذه المرة من أمير جعفري وقريبة جدا لإيران خطيرة خطيرة ياسين والهدف الأول للمنتخب الإيراني إيران سجل كوميل في جهة الكرة في جهة أخرى كرار محمد كرار يتقدم هدف للعراق الله 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 كرار محمد وكوميل الله ضاعت علي ضاعت على المنتخب الإيراني أولمبي أي نعم حلو زيد يتقدم تحسين كل زين تحسين كل زين الله ثاني للعراق ثاني ويزيد حلو يزيد سعيد سعيد ثاني للمنتخب الإيراني عبد الله حسين الله كل زين حلوة يا ابو علي حلوة يا لاوندي ايه بالعقل انت هداف البطولة قرباني قرباني لا يكون كان ممكن بهذه الكرة السهلة ثلاثة ثلاثة منتظر محمد للعراق منتظر 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 وقول من اسمه هدف لسود اقترب الكاس اقترب الكاس من المنتخب الأولمبي مهدي البديل يتقدم وهدف الآن الكرة الأخيرة لمنتخبنا إن شاء الله يسجل إن شاء الله يسجل وإن شاء الله اللقب ماكنزي 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 واو